فريق السكري الإنساني وجمعية رعاية أطفال السكري بضيافة سماحة السيد. شكرا جزيلا لهذه المبادرة الجميلة التي احتضنت أطفال جمعية رعاية أطفال السكري، وكذلك مد يد العون والمساعدة لجميع برامج جمعيتنا بتوفير قسم من علاجات الجمعية وتوفير سيارة لنقل الأطفال المرضى. إن شاء الله راح تكون جمعية رعاية أطفال السكر وأطفالنا السكريين أمانة بأعناق الجميع. شكرنا وتقديرنا إلى العتبة العباسية المقدسة على هذه المبادرة الجميلة.